طيب استاذه فاطمه، معلش ممكن توضح لنا معنى الاستضافه برضو علشان للمشاهد، ايه المقصود بفكره الاستضافه بدل فكره الزياره او الرؤيه؟ الرؤيه حضرتك بتبقى كون الاب بيشوف ابنه 3 ساعات، بتبقى يوم اجازه او يوم عطله رسميه في الاسبوع. في الاسبوع حضرتك بتكون في نادي او في حديقه او في مركز شباب، مكان عام حسب مكان. تمام، وبيبقى طبعا موجود في اللي هم القائمين على موضوع تنفيذ الرؤيه في إدارة المكان. الاستضافة اللي هو المبيت، أنا بدل الرؤية هياخد المبيت. المبيت إن هو صغير يبقى مع بابا ويبات معي. هم أنا على فكرة ليلة ولا أنا هقول لحضرتك على حاجة بقى. القانون قال لنا 2 في الشهر، ودي أنا شايفها تعصف ضد الرجال لسبب. حضرتك أنا النهاردة عادة بتبقى الرؤية يوم الجمعة. حضرتك في الايام العاديه احنا بنصحى طبعا طول الاسبوع شغالين، بنصحى الجمعه صاحيين براحتنا، اللي هينزل يصلي يصلي، اللي هينزل يفطر يفطر، مش عارف ايه ميعاد الرؤيه جه، هم 2 3 ساعات، وممكن اصلا هي ما تروحهمش او تروح متاخره ويمشوا على كده. انا شفت الولاد. طب ما انا كده حرمتهم، بالاضافه الى ان الطفل او المحضون لان هو مع الحاضن فدايما بيزرع في ارضه، هو اللي عايز يزرعه، بيزرع فكره هو، مش بيزرع الحقيقه. حضرتك تقصدي عشان كده بتفضلي فكره الاستضافه؟ فكره الاستضافه هتفيدنا في حاجات كتير. اولا حضرتك على عامه الخميس والجمعه اجازه بالمدارس حتى، فايه المشكله ان الطفل يبقى مع باباه مثلا من الجمعه من بعد الصلاه او من الجمعه الصبح ويرجع السبت اخر النهار؟ انا مش شايفه فيها مشكله، لان احنا اللي يهمنا في الاول وفي الاخر الطفل، فحضرتك يبقى بنفسيه سويه وسليمه. لان حضرتك لما بتيجي تاخدي النفقه بتاعتك ما بتقوليش لا ده هو مش موجود او ما نفذ، انت في كل الاحوال بتاخدي النفقه. حضرتك قصدك بشكل اسبوعي، يعني كل اسبوع يكون الطفل مع الاب الجمعه والسبت؟ ايه المشكله؟ انا بس حد لما يعني يعترض يقول لي ايه المشكله؟ 2 في الشهر ليه؟ وممكن تبقى 7 ايام في السنه متواصله. طب ما حضرتك عندنا اجازه مثلا نص السنه 15 يوم. ايه المشكله يقضي فيهم 3 4 ايام مع بابا؟ الاجازه الكبيره او الاجازه اللي هي اجازه اخر العام، ايه المشكله ان يقضي شهر مع بابا في الصيف ولا حاجه؟ يبقى حضرتك احنا سوينا ما بين حق الحاضن وحق طبعا المحضون وحق الاب. وفي نفس الوقت ما بقاش الطفل غير سوي او نفسيا ماشي في اتجاه معين. وممكن حضرتك اكون انا اللي غلط وعمال اقول لابني 1 2 3 عن باباك، واتفاجئ ان بابا يطلع ابني هيعيش في صراع.